مشاهدينا أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية. تعالوا معنا لكي نتعرف على أهم أحداث هذا الأسبوع. انطلاقا من دور المكتبة في نشر الوعي الثقافي والاجتماعي، نظمت مكتبة النشأ بالتعاون مع شبكة شيفت سلسلة من المناظرات والمحاضرات بعنوان أنا أناظر. ما كانش في حاجة اسمها احنا بنعمل ديبيت عشان ده في ساينس اسمه الديبيت، ولكن في الفترة الأخيرة جت فكرة الداتا بيز. طب ليه ما يتعملش في الديبيت زي ما اتعمل في السوفت سكيلز، زي ما اتعمل في قبليه في الـ في الـ في العلوم النظرية عموما، الفيزياء والكيمياء والرياضة وغيره. فده أشهر مثال للداتا بيز، ان هو كل اجتهاد أو كل حاجة قالها أي شخص في الداتا بيز في الديبيتنج عموما، سواء تخص العناوين أو تخص الموضوعات او تخص حتى طريقه الديبيت اللي جوه، اتجمعت في حاجه اسمها الديباتابيز. طبعا نتمنى ان انتم تقروا اكتر عن الديباتابيز، هنحط لكم الريفرنسز في الاخر، توسعوا في الموضوع ده بعد كده، هيفيدكم جدا في الديبيتس. اي توبيك هتاخدوه هتعرفوا تلاقوه على الديباتابيز اللي معموله على الانترنت. المشروع بتاعنا هدفه ان هو يستهدف السن من 18 سنة لما تحت، يعني حد 14 سنة. هو هدفه ان هو يعلمه من المناظرات، ومن خلال المناظرات وهما بيتعلموا ازاي يعملوا مناظرة فعالة، ان هما بيتعلموا مهارات حياتية في النص، زي مهارات العرض والتقديم، زي مهارات ان انت تعمل سيرش على حاجة معينة، تبحث عن حاجة، ازاي تعمل حاجة تبحث عنها بالطريقة الصح. فهو بيعلمك ان انت مهارات على مدار حياتك كلها تكون قادر تستخدمها وتكون فعالة بالنسبة لك. المشروع بتاعنا زي ما قلت بيستهدف السن الصغير اللي هو من 14 ل 18 سنة، عشان هو يقدر يبني جيل جديد فاهم وواعي اكتر. الجيل ده يقدر ان هو يكون في المستقبل ليه كارير مهم، وليه زي ما نقول كده ان هو قادر فعلا يحسن البلد دي. فهدف اي ديبيت ان هو يطلع البارتيسيبنت او المشارك اللي معانا قادر يناظر فعلا بطريقه فعاله. اولا اي دي بيت انا اتعرفت عليه من الانترنت ومن الستاف بتاع شيف نتورك، اللي خلاني اجي اي دي بيت ان هو المحتوى اللي فيه محتوى مفيد جدا، بيعلمنا ازاي ان احنا نتناقش وان احنا نوصل وجهه نظرنا بطريقه متحضره بافكار مرتبه وفي وقت قصير، بحيث ان احنا نعرف نوصل وجهه نظرنا لو قدامنا ويقتنع بيها، وفي الاخر من غير ما الموضوع يوصل لخناقه، عشان دي حاجه احنا بنفتكرها جدا في مصر تقريبا من 3 سنين من ساعه ما الثوره بدات، ان كل واحد شايف وجهه نظره هي الصح ومش بيقتنع بوجه نظر اللي قدامه. فكر وعبر، ورشة عمل نظمتها إدارة خدمات المكتبة الرئيسية للسم والبكم حول رواية الرجل المحطم للكاتب الفرنسي المغربي الطاهر بن جالون. ولا شخصية جبانة؟ شكله كده من الصورة، شكله شجاع ولا جبان؟ لا شخصيته جامدة، قوية جامدة. ورشة العمل بتبقى على مدى 5 أيام، بيبقى خلالها بيبقى فيه مسابقات وتحليل لشخصيات الرواية وتحليل لشخصيات عامة، من خلالها بيعرف المشتركين أو المشاركين يعني معانا إزاي يفهموا أبعاد الشخصية، إزاي يفهموا إيه المؤثرات اللي ممكن تأثر على الشخصية بتخليها يعني تعمل فعل معين أو تقرر قرار معين في حياتها. فهي الاول كانت راحت الجامعه، فكلهم قالوا لها
تروحي ورشة عمل فاشتركي في مشاركة في فيسبوك على كل محطة في ورشة عمل في مكتبة اسكندرية وفي سينما وفي مسرح وفي كل حاجة في تعليم وفي مستقبل فكل حاجة بتبقى موجودة في السينما والمسرحية احنا بنشوفه بس بالإصدارة المتحكمة ثم ربكم في ناس بتبقى موجودة في البيت بتبقى مخنوقة ومحوم قافلة فلازم تبقى مبحوم مفتوحة يروحوا جامعات أصدار دي في تعليم في مستقبل في حلو جامعات أصدار في مكتبة لا لازم يكون في واضح احنا رحنا مكتبة اسكندرية وشكرا شكرا كتير على ورشة العمل وشكرا كتير على جامعات أصدار ساعدتنا في إطار البرنامج الصيفي 12 أقيم حفلة للفنانة دينا الوديدي بالمسرح المكشوف بالساحة الخارجية للمكتبة. بعد البيبان في بيبان مرصوصة ورا بعضها أفتح قلب جبان ولا أحتمي في ظهرها بعد البيبان في بيبان مرصوصة ورا بعضها أفتح قلب جبان ولا أحتمي في ظهرها رد اللي بعد الباب قال لي الطريق مفتوح عدي البيبان دي حياة ما تجوش غير لطموح مختلف عن اي جمهور تاني. يعني من تجربتي مع جمهور اسكندرية وبيتفاعل مع اغاني مختلفة خالص عن مثلا جمهورنا في القاهرة يعني, بس هما بيحبوا الحرام جدا, بيحبوا العرس, بيحبوا قديم بدين الجدعنة. النهاردة كنا في كذا حاجة جديدة في التوزيعات وأغنية جديدة قدمناها وكذا حاجة كذا فكرة في التوزيعات الأغاني القديمة اللي احنا عارفينها, فيعني حبينا ناخد رأي الجمهور فيها فكان متفاعل معنا بشكل كبير. يعني الحرام مش هو فان
قديم بدين الجدعنة وبدين رفاق الدرب وبقول احنا مش انا في المعمعة والضرب قديم بدين الجدعنة وبدين رفاق الدرب وبقول احنا مش انا مشاهدينا. تنظم مكتبة الإسكندرية مجموعة من الأنشطة والفعاليات خلال الأسبوع القادم. ندعوكم لمتابعة هذه الأحداث ولمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الإنترنت www.bibalex.org وانتظرونا في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية.